السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب اموركم كلها تكون كويسة. نشرح بإذن الله محاضرة خفيفة كده عنوانها الانفلونزا. الانفلونزا ده يعني حاجة كده زي الكومن كولد، بس هو اشد في الاعراض شوية من الكومن كولد. والانفلونزا فيروس يعتبر اقوى كمان من الرينو فيروس، اقوى بكتير. طيب نقول الاول الكوزتيف ايجنت، انا عاوزة ابدأ بيها علشان نفهم الكلام اللي فوق. الانفلونزا ده ليه 3 تايبس رئيسيين، اللي هو تايب ايه، طيب ايه، وطيب بي، وطيب سي. طيب كل طيب بقى تحته سب تايبس كتير ملهاش عدد. ليه؟ لان الانفلونزا ده من الفيروسات اللي بتغير من نفسها بشكل كبير، كل سنة بيجي بشكل مختلف، بيقدر يغير من شكل الانتيجين بتاعه، فالجسم بيتعرف عليه كأنه طيب جديد اول مرة يشوفه. اقوى نوع فيهم هو طيب ايه. طيب ايه ده يعني بيبدأ يغير، بيعرف يغير من شكل الانتيجين بتاعه بشكل كبير قوي، لدرجة ان هو بينتشر تاني كأنه فيروس جديد، بيبدأ ينتشر ايبيديميك. يعني احنا قايلين الفرق بين الايبيديميك والبانديميك. الايبيديميك ده اللي هو انتشر في قرية مثلا، عمل اوت بريك، سادن اوت بريك، كأنه حاجة جديدة ظهرت، وبعدين ده في قرية واحدة او في منطقة واحدة، وبعدين بيبدأ ينتشر للاماكن اللي جنبها، وبعدين بيبقى وورلد وايد. ماشي، ده طيب ايه، ده من كتر ما هو قوي. طيب ماشي، ده صلاة النوع الاول. الظهر الآن. تاني نوع بقى طيب بي، ده يعتبر اضعف شوية من طيب ايه، يعني بيجي بيعمل لوكال اوت بريكس زي ايه، يعني في منطقة معينة من الناس، او منطقة يعني بيجي بشكل انديميك. كلمة انديميك يعني متوطن، بيجي في جروب من الناس، يعني جه في واحد في عيلته، جه في واحد وبعدين بدأ ينتشر للعيلة حواليه، جه شوية اطفال في المدرسة وبعدين بدأ ينتشر في المدرسة كلها، بس هو يعني ستيل بيقف عند حدود المدرسة دي، هو مش بينتشر بشكل ابيديميك ولا بشكل بانديميك، هو اضعف من كده، المناعة تقدر تسيطر عليه شوية. طيب اخر نوع هو طيب سي، وده يعتبر اضعفهم، بيجي للسبورادك كيزز اللي هي الحالات الفرديه، بيجي لحد والمناعه يومين ثلاثه وبتقدر تسيطر عليه وخلاص الموضوع بيخلص. تمام، يبقى دول الثلاثه ايجنت بتاع الانفلونزا فيروس. طيب ايه اقوى واحد فيهم؟ طيب بي، ده اللي هو بيجي لوكال اوت بريكس او يعني شويه جروب من الناس، وطيب سي ده السبورادك كيزز. يبقى الديفينيشن بقى بتاع الانفلونزا، ده يعتبر اكيوت انفكشوس ديزيز. انفكشوس يعني ايه؟ بيقدر يعدي الناس اللي حواليه. اكيوت يعني هو بيجي والمناعه بتقدر تتخلص منه وتتغلب عليه وبيخلص، ما بيفضلش في الجسم منه حاجه، ما بيتحولش لكرونيك مثلا، هو اكيوت بس. قلنا بينتشر ابيديميك وانديميك وبانديميك على حسب الطيب اللي هيجي. ماشي، هو يعتبر one of the most important emerging and re-emerging infectious disease. يعني ايه emerging و re-emerging؟ يعني ممكن يجي للجسم لأول مرة وبعدين يفضل يجي تاني، بيفضل يجي تاني عدد من المرات ملوش عدد. ليه؟ لأنه هو بيغير من نفسه كتير، فهو كل مرة المناعة يعني بتشوفه كأنه فيروس جديد، أو بتتعرف عليه كأنه فيروس جديد، فعشان كده هو بيجي كتير تاني عادي. ده معنى كلمة emerging و re-emerging. بيعمل morbidity و mortality ريت. طيب نبدأ بالمورتاليتي. ليه بيعمل مورتاليتي او بيزود معدلات المرض؟ لان هو فيروس بيسيب الريسبيراتوري تراكت، فبالتالي بيضعف المناعه، والمنطقه دي مليانه بكتيريا، فونس ان المناعه قلت البكتيريا دي بتنتهز الفرصه وبتعمل سكند بكتيريال انفكشن، فغير اصلا الاعراض اللي عنده بتاعه الفيروس هتبدا تظهر الكومبليكيشنز بتاعت البكتيريا لما تشتغل يعني. فده معنى كلمة مورتاليتي. طيب لما الكومبليكيشنز تحصل هيحصل بقى موربيديتي او معدلات الوفاة هتزيد. فكل ما كان الموضوع ابيديميك، ابيديميك يعني ايه؟ هو انتشر في وسط مجموعة من الناس كبيرة، يعني في قرية مثلا، فده الموضوع هيدخل في مورتاليتي ريت عالية. ليه بقى؟ لان الشخص مهما بدأ يخف، العدوى اللي ستيل موجودة حواليه، الناس اللي حواليه تعبانين، كل ما مناعته تتغلب على الفيروس جواه هياخدوا العدوى من اللي حواليه، فالمورتاليتي ريت عالي، مش عارف ينزل بسبب ان الموضوع منتشر قوي حواليه. ماشي، قلنا هو بيجي بانديميك برضه، قلنا الابيديميك ده بيبقى اكسس المورتاليتي. ليه؟ لان احنا قلنا خلاص هو كل ما يبدأ يخف العدوى بتجيله تاني. بيحصل بقى سيكولار ترند اوف بانديميك افري، يعني كل 10 سنين الفيروس بيبدأ يغير من نفسه. يعني هو كان مثلا هو جه والحالات بدأت تزيد ووصلت للبيك بتاعتها هنا، والمناعة قدرت تتعرف عليه، وبعدين نزلنا تاني. ماشي كده، المناعة يعني كل مناعة كل الناس خلاص بدأت تتعرف على الانفلونزا، ولما بيجي لها بتقدر تسيطر عليه شوية. بعد 10 سنين الفيروس بيبدأ يغير من شكله تاني، واللي هو طيب ايه بقى اللي احنا واخدينه، طيب ايه بيبدأ يغير من شكله ويبدأ ينتشر تاني كأنه فيروس جديد، والمناعة كأنها مش عارفاه، وكأنه حرفيا بنتعامل مع فيروس جديد.
تمام. ده معنى كلمة سيكولار ترند، يعني بيبدأ يزيد كده في العدد وهو طالع لغاية ما المناعة تقدر تتعرف عليه تاني. طيب هو يعتبر في اليونايتد ستيتس يعتبر سادس اشهر سبب للوفاة عندهم، يعني لا ينتقم من الظالمين منهم، يستاهلوا. فهو يعتبر سادس اشهر سبب. بقية الكلام مش مهم، خلاص احنا قلنا ده. خلاص الريزرفوار بتاعه بقى زي ما احنا قلنا، الكوزيف ايجنت عنده 3 انواع. ففي الريزرفوار في منهم 3 انواع. اول نوع هو الهيومن ريزرفوار، اي حد، اي كيس تعبانه او اي حد ظاهر عليه الاعراض، ده مصدر للعدوى عادي. والكارير اللي هو الشخص اللي حمل المرض بس مناعته قويه كفايه لدرجه ان الاعراض مش ظاهره عليه، فده برضو يقدر يعدي الناس اللي حواليه. طيب تاني ريزرفوار هو البيرد. لو هو الفيروس موجود في قلب البط والتشيكن، وده اللي هو الفراخ الرومي مش عارف شكله ايه الصراحه، اللي هو ده البيرد ريزرفوار. تالت حاجه الماميليان ريزرفوار اللي هو السوين والهورسز، دي تعتبر سورسز للنيو هيومن سب تايب، يعني في سب تايبز جديده. احنا عارفين ان الفيروس بيقدر يغير من شكله، السب تايبس دي بتقدر تغير من، يعني بتتجدد ازاي؟ عن طريق جينيتيك تشينجز، بيبدأ يغير من نفسه يعمل ميوتيشنز. فالسب تايبس الجديده بتروح تتخزن في قلب السوين والهورسز، والانسان بقى لما يتعامل معاهم بيجيله الانفكشن دي. المهم ان هما 3 ريزرفوار، الهيومن والبيرد والماميليا ريزرفوار. الاكزيت بتاعه هو بيدخل يخرج من الماوس والنوز، ليه؟ لانه هو يعتبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. ماشي. المود اوف ترانسميشن بقى الدايركت دروبلت، طبعا لو حد كح في وش حد دي اشهر حاجه. والدروبلت نيوكلياي او الايربورن انفكشن، اللي هو يكح في الهواء والعدوى او الفيروس يفضل موجود في الهواء او ينزل على تراب او كده، ويجي شويه هواء يحركوهم والهواء ده يجي في وش حد تاني، القصه دي. والكونتاكت اللي هي ايه، الارتكل والفومت، ان حد يستخدم حاجه لحد تعبان والكلام ده. ماشي. الانت خلاص قلناه. الانكيوبيشن بيريد بتاعته قلنا من يوم ل3 ايام، وبيخلص تقريبا برضه في خلال ايام، عشان كده هو اكيوت انفكشن. طيب السسكبتابيلتي بتاعته، يعني ليه هو قوي كده او ليه كل الناس معرضه ليه، لان هو ان هو بيجي وان اتاك، بيجي مور ذان وان اتاك. ليه؟ لان هو عنده تايبس وسب تايبس كتير. ليه بقى؟ لان هو بيعمل حاجه، بيغير الجينوتايب بتاعه في اي وقت، بيعمل حاجه اسمها انتجينيك شيفت وانتجينيك دريفت، اللي هو ده الانتيجين بتاعي. الانتيجين بتاعه شكله عامل كده وعليه مثلث من فوق، عمل انتيجينيك شيفت اللي هو غير من شكله خالص، وده يعتبر يعني اقوى حاجه ان هو غير من شكله خالص. ده اللي هو كان تايب ايه، بيعمل بانديميك. ماشي. يا اما بيجي بقى بشكل ايه، اخف شويه، بيقدر يغير من نفسه بشكل اخف شويه، بنسميه انتيجينيك دريفت، بيغير بس شكل الانتيجين، بس ستيل ممكن المناعه تقدر تتعرف عليه بعد شويه. يعني هو جه في المره الاولى بالشكل ده، وبعدين عمل دريفت وجيب الشكل ده، فالمناعه ايه، هي ما كانتش تعرفه، بس فضل فيها كام يوم فقدرت تتعرف عليه، لكن ده ما بتقدرش تتعرف عليه خالص. ماشي. كل انفكشن بتعمل سبيسيفيك ايمونيتي، كل انتجين معين المناعه بتقدر تعمل، يعني تقدر تتعرف عليها هي على الانتجين ده بس، لكن لما غير من نفسه ما بتقدرش تتعرف. والديوريشن بقى بتستمر على حسب بقى الديجري بتاع الانتجينيك دريفت، على حسب هو قدر المناعه قدرت تتعرف عليه بعد قد ايه. تمام. الانفكشن بتحصل فين؟ بتحصل في اي وقت عادي، بس خصوصا في الوينتر واول الربيع كده، لان الهواء بيكون في الوقت ده كتير، فالانفكشن ممكن تتنقل بسهوله. طيب السكول ايج ده بيبقى فيها هاير انسيدنس، ليه؟ لان الاطفال ما عندهمش ثقافه بقى النظافه، وبيكحوا في وش بعض عادي، ومناعتهم قليله، فعشان كده العدوى بتنتشر فيهم بشكل اكبر. يعني الكلينيكال بيكتشر بقى هو يعتبر زي دور البرد العادي، بس قلنا الاعراض اشد شويه، بيجيله فيفر ودرجه حرارته ممكن توصل ل40، بيجيله رعشه وصداع. بروستريشن ده اللي هو الهزلان ده والخمول، مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك، وجسمه كله بيوجعه. نيزل كتراه، ده قلنا هو زي دور البرد العادي، يعني عنده رشح والزكام والحاجات دي، واحتقان وكحه. المهم ان كل ده بيخف في خلال ايام. ماشي. لو ما حصلش كومبليكيشنز، الشخص حافظ على نفسه، بيتدفى كويس، يشرب حاجات سخنه، الحاجات دي. لكن لو ساب نفسه كده بقى وساب مناعته، فالموضوع ممكن يدخل في كومبليكيشنز. ايه هي كومبليكيشنز؟ العدوى بتبدا تنتشر للمكان اللي حواليه، والمناعه بتبدا تقل، ويحصل سكندري بكتيريال انفكشن، يعمل بقى ساينوسايتس، يعمل تاتس ميديا، والمناعه والانفكشنز تنزل تحت، فتعمل برونكايتس، تعمل نيومونيا. النيومونيا هنا بتبقى بسبب ايه؟ بتبقى بسبب سكندري بكتيريال انفكشن لما المناعه قلت، لكن مش الفيروس هو اللي بيعمل. الفيروس بيجي يعمل اعراض البرد وخلاص، لكن البكتيريا هي بقى اللي بتعمل بقيه الكومبليكيشنز دي.
بيعمل بريكاردايتس. لما الموضوع بقى ينزل عند اللنج ويبدأ ينتشر للحاجات اللي جنب اللنج فيعمل بريكاردايتس ويعمل مايكاردايتس وثرومبوفلوبايتس، دي اللي هي البلاد فيسلز يبدأ يحصل فيها هي كمان انفلاميشن ويبدأ يتكون فيها الثرومبوزس الجلطات الصغيرة والحاجات دي. دي كومبليكيشنز كبيرة قوي بتحصل يعني، بس ده لو هو ايه الشخص حرفيا ميت ما عندوش اي مناعة. ماشي. البريفنشن بقى ازاي احنا نحمي نفسنا من الفيروس اصلا ان هو يجي. البيزك ميجرز فور بريفنشن للريسبيراتوري ديزيزز عموما، اللي هو ما تكحش في وش حد، الكحي في منزل، البس ماسك لو انت حاسس ان انت تعبان، اغسل ايدك على طول قبل الاكل وبعده، كل الكلام ده. ماشي. وفي حاجة بقى تانية اللي هي ايه الفاكسين، كل اكتف ايمونيزيشن باي سبيسيفيك فاكسين سبيشالي فور الهاي ريسك جروب. انت عارف ان انت مناعتك ضعيفة والبرد بيجيلك كتير، خد فاكسين في اخر الصيف كده علشان يعني هو الفاكسين مش بيمنع الفيروس بس بيقلل الكومبليكيشنز شوية. بيقول هنا هو ان الفاكسين بيعمل سيرولوجيك ريسبونس سبيسيفيك للانكلودد فيروس، يعني على حسب نوع الفيروس اللي انا حاطاه في قلب الفاكسين الاميونيتي او المناعه هتكون هتتجدد ضد النوع المعين اللي انا حاطاه في الفاكسين ده. ماشي. في بقى نوعين من الفاكسين. النوع الاول الان اكتيفيتد فاكسين، ان انا جبت الفيروس ودمرته خالص او موتته وبعدين حطيته في الفاكسين، انا بس حطيت الانتيجين الجسم يتعرف عليه. يا اما النوع التاني لايف اتنيويتد فاكسين، ان انا بس حاطه الفيروس بس مخليه ضعيف مش ميت يعني. الان اكتيفيتد فاكسين ده بيبقى فيه اتنين تايب من احنا واخدين ان هو ليه ثلاثة تايب اللي هما تايب ايه وبي وتايب سي. هناخد تايب ايه وهناخد تايب بي، وتايب ايه هناخد منه اتنين سترينز او اتنين سب تايب اللي هما H3N2 وH1N1، وطيب بي هناخد منه يعني وان سترين بس. ماشي. يبقى هو كده فيه ثلاثة سترينز من نوعين اللي هو طيب ايه وطيب بي. ماشي. بنحضره في اج. ماشي. الادمنستريشن بنحط نص ملي انتراموسكولار انجكشن، ناخد بالنا ان ده انجكشن عشان اللي جاي هيكون سبراي. الجرعة بقى في الادلت هي بتكون دوز واحدة بتتاخد في الدلتويد ريجون، اما في الاطفال بيبقوا 2 دوز. ليه؟ لان مناعتهم قليله شويه فاحنا بنحاول نعمل لها اكتيفيشن بشكل اقوى فبندي لهم 2 دوز. الفرق بينهم شهر. ماشي. في اللاترال اسبكت من الثاي اللي هو فوق الركبه تقريبا ب5 سنتي او حاجه. طيب هو افكتيف؟ هو افكتيف، لكن المناعه يعني المناعه بتبقى قويه بس لمده سنه واحده. هو احنا عملنا فاكسين السنة دي فهو بيخلي المناعة قوية السنة دي بس، و90% من المناعة دي بتقل بعد سنة. ماشي. عشان كده هو من المستحسن ان احنا ناخده انيولي او سنويا، احنا المفروض ناخده كل سنة. طيب الكومبليكيشنز، هو بيعمل هايبر سنسيفيتي. ليه؟ لان احنا بنحضره في الاج فده ممكن يعمل يعني كان ممكن يعمل هايبر سنسيفيتي، ممكن يعمل لوكال انفلاميشن في مكان الحقنه، ممكن يعمل فيفر، بس دي كلها حاجات بسيطه مقدور عليها يعني. طيب ال inactivated vaccine ده بنديه لمين؟ التارجت جروب بتاعه للناس اللي مناعتهم قليلة كلها. هلاقي هنا الناس اللي هو سنهم اكبر من 65 سنة، الناس اللي عندها depleting disease او زي السكر والضغط والحاجات دي، ال health care workers اللي هم الدكاترة والممرضين والناس دول يعني احسن حاجة ليهم ياخدوا inactivated vaccine، الاطفال والمراهقين اللي هم بياخدوا aspirin. ليه؟ يعني الاسبرين ده ليه علاقة بالقلب فاحنا ايه هو غالبا عندهم حاجة في القلب، احنا مش عاوزين نبقى نلود عليهم فمش هنديلهم لايف اتوميتد، هنديلهم ان اكتيفيتد على طول. والاميونو والناس اللي هم اميونو كومبرومايزد بيبل، والناس اللي بتاخد اميونو سبريسد ميديكيشنز ربنا يعافيهم كلهم. فده المهم يعني التارجت جروب بتاع الان اكتيفيتد فاكسين هو الناس اللي مناعتهم قليلة. طيب اللايف اتنيويتد بقى ده اللي هو الفيروس بس متضعف شويه، يعني هو ضعيف، ضعيف مش متضعف، هو ضعيف. بحقنه بس بحطه في الفاكسين، بس هو مش بيتاخد في حقنه، هو بيتاخد شكل سبراي. الاول هو بيبقى فيه نفس الحاجه تراي فيلنت فاكسين، بيبقى فيه 2 سب تايب من التايب اي و 1 سب تايب من تايب بي. ماشي. بيبقى فيه 1 سترين. هو هيت سنسيتيف فاكسين، يعني ما بيحبش الحر، ما بيحبش درجه الحراره العاليه، فاحنا بنحفظه في كولد تشين او دايما بنلاقيه محطوط في الثلاجه او في كرات ثلج وحاجات من دي. بيتاخد نص ملي بس بقى ايه انترونيزل سبريينج، ما بيتاخدش حقن، هو بيتاخد سبراي بيترش كده. والفيروس بيحصل له ريبليكيشن في النيزوفرينكس. ليه؟ لان هو مش ميت، الفيروس مش ميت، هو بس ضعيف.
وبيعمل الاستيميوليشن بيعمل برودكشن لوكال وسيستميك اميونيتي، بينشط المناعه في المكان ده في لوكالي وسيستماتيك. وبتاخد قبل البيك بتاع الانفلونزا، بتاخد قبل الشتاء في شهر 10 وشهر 11 قبل بدايه الشتاء على طول. ماشي. ممكن يتاخد مع اي فاكسينز تانية زي الام ام ار اللي هو الميسلز والمامبس والروبيلا والتشيكن بوكس. المهم يعني هو معنى كلامه هو بيتاخد مع فاكسينز تانية ملوش علاقة. تمام. التارجت جروب بقى بيتاخد مع الناس العاديين الهيلثي بيبول. ماشي. بيبقى هو احسن من الان اكتيفيتد فاكسين ليه؟ لان هو ايزلي ادمنستريتد، يعني هو بتاخد سبراي فالناس هتفضل السبراي عن الحقن. وكمان هو بيعمل لوكال وسيستماتيك اميونيتي، فده يعتبر افضل من اللي فوق لان اللي فوق كان بيعمل سيستماتيك، ده بيعمل لوكال كمان. ماشي. الكنترول ده المفروض عنوان لوحده يعني. الكيزز بقى نفسها لو حد تعبان، نوتيفيكيشن وايزوليشن وديس انفكشن. ماشي. ونديله تريتمنت باي امنتيدين. الامنتيدين ده مش بيمنع الفيروس او مش بيقتل الفيروس، هو بس بيقلل الكومبليكيشنز بتاعته شويه او بيمنع الريبليكيشن بتاعه، لكن مش بيقضي عليه. المناعه هي اللي بتقضي على الفيروس مش العلاج. ماشي. بيتاخد في خلال من 3 ل 5 ايام، وبيقلل السيمتومز بتاعه الفيروس، وبيقلل كمان الفيروس اكسكريشن في الديسشارج. ليه؟ لان هو قلنا بيمنع الريبليكيشن بتاعه. ده في حاله الكيسز اللي هو ايه، البريفنشن العادي او البيزكس العاديه بتاعه اي مرض يعني. ماشي. الكونتاكت بقى نفسهم الناس اللي حواليه، نراقبهم نشوف لو حصل نيو كيزز او حاجه، ونعمل لهم هيلث اديوكيشن نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق، ما تكحش في وشه، البس ماسك والكلام ده. وبنديلهم كيمو بروفلاكسس باي الامانتادين، بنديلهم امانتادين برضو علشان هو يعني حتى لو الفيروس دخل جسمه هو برضو يقدر يتعامل معاه، وممكن حتى قبل ظهور الاعراض. تمام. وكده الفيروس الانفلونزا سهل ان شاء الله خلص اهو. نراجع تاني على طول، قلنا هو emerging و re-emerging infectious disease، بيعمل mortality rate و morbidity، وبيعمل mortality خصوصا لو epidemics. قلنا ليه؟ علشان هو مش هيلحق يخف، كل ما يخف هيجيله الفيروس تاني من الناس اللي حواليه. وقلنا هو بيجدد من نفسه او بيعمل الوباء بينتشر pandemic كل ايه من 7 ل 10 سنين. ماشي. قلنا هو سادس سبب للوفاة في United States. ماشي. ال causative agent بتاعه قلنا فيهم 3 تايب، تايب A و B و C. وقلنا طيب ايه ده اقواهم، بيجي ابيديميك وبانديميك، وطيب بي بيعمل لوكال اوت بريكس او انديميك، وطيب سي سبوراتيك كيزز. الريزرفوار في منه 3، الهيومن والبيرد والماميليان، والاكزيت والانلت بتاعه من الماوس والنوز. طيب المود اوف ترانسميشن قلنا دايركت دروبلت والايربورن انفكشن والكونتاكت. الانكيوبيشن بيريد بتاعته 3 ايام. وقلنا هو ليه قابليه كبيره كده لان هو بيغير من نفسه عن طريق انتيجينيك شيفت وانتيجينيك دريفت. ماشي. كل الكلام ده سهل خلاص. قلنا الانفكشن بتيجي في اي وقت من السنه، بس خصوصا فين، في امتى، في الشتاء وفي اول الربيع، لان الهواء بيكون شديد فالعدوى بتنتشر بسهوله، وبتيجي اكتر في الاطفال لان مناعتهم قليله. طيب الكلينيكال بيكتشر قلنا نفس اعراض دور البرد العادي بس بيكون اقوى شويه. الكومبليكيشنز بيبدا ينتشر المكان اللي حواليه، واهم حاجه ان هو بيعمل نيومونيا بسبب سكندري بكتيريال انفكشن مش بسبب الفيروس. البريفنشن بتاعه قلنا البيزك ميجرز العاديه والفاكسين، ان احنا ناخده في فصول الصيف، في فصل الصيف كده في اخر في اخر شهر 10 و11 قبل الشتاء. الفاكسين قلنا فيه منه نوعين، الان اكتيفيتد اللي احنا قلنا بنديه للناس اللي مناعتهم قليله كلهم، وبيبقى فيه 3 سب تايب، 2 من التايب A وواحد من تايب B. ماشي. اللي هو H3N2 و H1N1، ده بتوع تايب A، وان ستريم بس من تايب بي. قلنا نص ملي بيتاخد انتروماسكولار انجكشن، الان اكتيفيتد بيتاخد انتروماسكولار، لكن اللايف اتينويتد بيتاخد سبراي. الادلت هنا في الان اكتيفيتد بياخدوا دوز واحده، الاطفال بياخدوا دوز واحده في الدلتيد ريجن، لكن الاطفال بياخدوا جرعتين بينهم شهر، وبيتاخد فين، في الساي من فوق الركبه. طيب هو افكتيف، ايوه بس لمده سنه واحده. 90% من الاميونيتي اللي بتنتج من الفاكسين بتقل بعد سنه، عشان كده هو بيتاخد كل سنه. الكومبليكيشن قلنا بيعمل هايبر سنسيتيفيتي لانه بيتحضر من البيض والحاجات دي، وبيعمل برضو لوكال انفلاميشن في مكان الحقنه. وخلاص قلنا التارجت جروب اي حد مناعته قليله. اللايف اتينويتد بقى هو فيه نفس الكلام، في 2 سب تايب من تايب A و1 سترين من تايب B. وقلنا هو هيت سنسيتيف عشان كده بنحفظه في التلج، وبتاخد في شكل سبراي، بيعمل لوكال وسيستماتيك اميونيتي، وقلنا بيتاخد في فصول في شهر 10 و11 قبل الشتاء. ماشي. ممكن يتاخد مع فاكسينز تانية ما فيهاش مشكلة،
التارجت جروب بتاعه قلنا الناس العاديين، الناس اللي هم الهيلثي بيبول، وقلنا هو احسن من اللايف اتنويت من الان اكتيفيتد. ليه؟ لان هو بيتاخد سبراي وبيعمل لوكال سيستماتيك اميونيتي. الكنترول بقى عموما ده سهل، اللي هو الناس التعبانين يعني يعني خلي بالك منهم، اعمل لهم ايزوليشن ما يختلطوش بالناس العاديين كتير، واعمل لهم ديس انفكشن، حاول تقلل يعني تنظف كده حواليهم وتنظف الحاجات اللي هم بيستخدموها طول الوقت، وادي له امانتيدين عشان الامانتيدين ده بيعمل بيقلل الريبليكيشن بتاع الفيروس شويه، وهو كده كده مناعته يعني هتخليه ان شاء الله يعني يبقى اقوى من الفيروس وتقضي عليه في خلال 3 او 5 ايام. الكونتاكت بقى خلي بالك منهم، ادولهم برضو امانتيدين علشان ده بيقلل الريبليكيشن بتاع الفيروس. خلاص احنا كده خلصنا، ان شاء الله تكون خفيفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.